العقرب. يتكون جسم العقرب من الرأس والصدر كقطعة واحدة، وله أربعة أزواج من الأرجل تنتهي بمقارض صغيرة جدا. أما الذيل فيتكون من خمس عقل تنتهي بالحمى، وهي الإبرة التي تلسع بها، ويوجد في الحمى تجويفان أنبوبيان ينتهيان بكيسين يحملان السم. وفي مقدمة الرأس يوجد للعقرب طرفان ينتهيان بمقارض يستخدمها في تقطيع فرائسه. بيئتها: العقرب السوداء معروف عنها أنها لا تحفر الجحور، ولكنها تختبئ في النهار بين الصخور والشجيرات والنباتات الجافة وتحت الأنقاض، وتخرج ليلا للبحث عن الغذاء، وتوجد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. اللون: يتراوح لونها من الأسود إلى البني الزيتوني أو البني الكاكاوي. العقارب بشكل عام تشكل مصدر فزع للإنسان، وهي بالرغم من صغر حجمها إلا أنها سامة ومؤذية للإنسان، ولكن هناك عقارب لسعتها لا تتعدى لسعة النحلة. يوجد على مستوى العالم أكثر من 1500 نوع من العقارب، فقط 50 منها مؤذية للإنسان. طعامها: العقارب بشكل عام مفترسة شرسة تخرج من مخبئها ليلا للبحث عن فرائسها، ومن أشد أعدائها الشبث، الجمع شبثان وأشباث، وتسمى خطأ عنكبوت الجمل، حيث تحدث بينهما معركة شديدة، فإن استطاع الشبث قضم ذيل العقرب انتهت المعركة لصالحه، وإلا كانت الشبث الخاسرة. وطريقة صيدها أنها إذا شعرت بحركة حشرة بالقرب منها اتجهت إليها وضربتها بواسطة مقاردها وأمسكتها، ثم تلسعها بشوكتها لسعة أو أكثر، ثم تغرز فيها السم، وفي السم مادة تسهل الهضم للعقرب. بعد ذلك تقطعها بواسطة مقاردها، ثم تمتص عصارتها بواسطة فمها الصغير الذي لا يستطيع ابتلاع الفرائس. والعقرب لا تفرز سمها كله مرة واحدة، ولكن بحسب الحشرة التي أمامها، وتتراوح كمية السم الذي تخزنه في أكياسها ما بين 5 من 10 إلى 2 من المليغرامات، وتحتاج بعد ذلك من 2 إلى 3 لإعادة تخزين السم. وتفترس أيضا العقارب من نفس جنسها، وكذلك العناكب الأخرى، وأحيانا السحالي الصغيرة، وكذلك الخنافس بأنواعها. العقارب لا ترى، رؤيتها ضعيفة جدا، ولا تسمع ولا تشم، بل تعتمد على الذبذبات الصوتية والاهتزازات لمعرفة اتجاه فريستها، حيث إن أرجلها الثمانية تحيطها من جميع الجهات بشكل دائري، ويوجد عليها أشواك شعرية حسية تستقبل اهتزازات الهواء لتحديد اتجاه فريستها. التكاثر: تعيش العقرب السوداء منفردة، ويتم فقط الالتقاء للتزاوج، ومدة الحمل مدة متغيرة تتراوح من عدة أشهر إلى السنة ونصف السنة. ولا ننسى أنها من ذوات الدم البارد، أي أن حرارة جسمها متغيرة، ففي الطقس البارد جدا تدخل في البيات الشتوي، ويتكون الجنين في الرحم ويتغذى من غدة الأم الهضمية، وتضع الأنثى بعد ذلك ما بين 25 إلى 35 عقربا مكتمل النمو، وتساعدهم الأم بعد ذلك بواسطة أرجلها الثمانية للتسلق على ظهرها، ويبقون على ظهرها لمدة أسبوع أو أسبوعين، حيث تغذيهم من فرائسها. سم العقرب: يعتبر سم العقرب هو مصدر فزع الناس منها، وهي تستخدم السم لتخدير فرائسها وللدفاع عن نفسها، وتعتبر العقرب السوداء من أكثرها سمية. وقد لاحظ العلماء أن العقارب التي تكون مقاردها ضعيفة تكون سميتها أقوى، والعجيب أن أغلب فرائسها من اللافقاريات الصغيرة، غير أن سمها أكثر تأثيرا في الثدييات، ويعزى ذلك للدفاع عن نفسها من الثدييات. ويتركب السم من انزيمات ومركبات بعضها تسبب الآلام المبرحة للملسوع، ومركبات أخرى تؤثر على الجهاز العصبي، حيث تخدر الجسم وتسبب له الاضطراب في التنفس وهبوطا في القلب. وتبلغ الآلام والاضطرابات أشدها بعد ساعة تقريبا من اللسعة، وتستمر لمدة ساعة أو ساعتين، يبدأ بعدها التحسن، وينتهي كل شيء بعد 2 أو 3. وتختلف حساسية الناس للسم بحسب العمر والوزن، فالصغار وكبار السن أكثرهم تأثرا بالسم.
الصغار لصغر وزنهم حيث يكون تركيز السم في أجسامهم أكثر، والكبار لضعف مناعة أجسامهم. والأعراض التي تصيب الملسوع تختلف من شخص لآخر، منها على سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة وضغط الدم أو هبوطه، وزيادة في التعرق وسيلان اللعاب، ونزول الدموع اللا إرادية، وألم شديد في موضع اللسعة، وإسهال وترجيع. وعند الدخول للمستشفى يعطى للملسوع مصل مضاد للسم.